انا معايا على التليفون دلوقتي حد بقى غالي جدا 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 عليا وعشرة بقى داخلين على قد ايه احنا دلوقتي يا جهاني عبد الله. ايهاب ازيك؟ عامله ايه؟ تعالي. الحمد لله تمام. تعالي جيتي للي ما بيرحمش. بصوا يا جماعه انا عايزه اقول على حاجه، انا اول مره اطلع مع ايهاب صالح بس انا عارفه ان هو بيتكلم كل يوم بيجيب سيرتي. انا؟ بخير. لا انا؟ ايه ايهاب بقى يعني شوف شويه الله يكرمك يعني. انا بجيب في سيرتك؟ لا يمكن يا جيجي. عشت عمر. لا عشت. عرفت تفاصيل كتير ويعني عشت عمر سنين ومن اول يوم احنا في المكان دوت، ويعني انت بجد اكتر من اخويا ايهاب، وبحبك جدا وبحب البرنامج جدا وانا مبسوطه قوي قوي ان انا معاك النهارده. حبيبه قلبي انت من جوه وانت عارفه والله بجد. ويعني انت من يعني انت رغم ان انا جيت بعدك بكام شهر بس انت من الناس اللي يعني خدتيني من ايدي برضه، فيعني دي تحتسب لك. انا اصغر منك بكتير ما شاء الله. دي الحقيقه يعني. الحقيقه لا اخويا الكبير. ايوه الحقيقه ان انا اخويا الكبير جان صغنططه اصلا. ايوه طبعا انا 39. انا 39. لا 39 دي لسه قدامك 3 سنين على بال ما توصلي لهم. ايوه صحيح. لا يا جوجة ما تقوليش كده. يا جوجة حليلي المشكله اللي انا فيها دي عشان انا عايز اخلص النهارده. ايه يا جماعه رجاله؟ يا جماعه رجاله يا جماعه انتوا لازم تتصرفوا شويه، طريقه تفكيركم وطريقه تعاملاتكم مع الستات يعني في فين المشاعر؟ يعني الست عباره عن كتله مشاعر متحركه على الارض، لازم تحسوا بيها، تحسوا بهذا الكائن. انتوا مش كل حاجه عندكم مكنه بالتفكير 1+1=2. شيء طبيعي ان مش هيبقى فيه حوار بالمنظر ده. لو كل راجل فكر بس بطريقه منطقيه وبدماغه وبطريقة عملية مش هيعرف يتعامل مع الست، لأن الست شخصية عاطفية بتتعامل بمشاعرها مش يعني مش كل وقت بالمنطق، مش كل وقت بتحكم عقلها والكلام ده. هي عايزة كلمة حلوة، هي عايزة إحساس، هي عايزة اهتمام، حب، عطاء، حد يطبطب عليها، حد يشوف يعني حالتها النفسية من نظرة عينيها من طريقتها. مالكوا بقى ما شفتوش أفلام رومانسية محمود ياسين ونجلاء فتحي والحاجات اللي اتربينا عليها دي؟ انا اصلا كنت صغير في الوقت ده ما وعاش على الحاجات دي. يا حرام. ماما تحكي لك. خلي ماما تحكي لي فعلا. طب استني بس استني. طب بجد يعني هي لما انا اشوفها متضايقه مثلا اقول لها ايه غير مالك؟ اقول لها ايه؟ ما بكي مثلا؟ ما هذا؟ اقول لك ايه؟ لا اقول لك تقول لها ايه؟ مالك؟ حط عليها حاجه صغيره، مالك يا حبيبي. مفيش يا روح قلبي. بالظبط، حط جنب مالك يا حبيبتي. ويعني طبعا انا بتكلم على زوجتك اكيد او زوجات كل الناس، انه دي علاقه زوجيه، فمالك يا حبيبتي طبطب عليها. طيب انت انا زعلتك في حاجه؟ في حاجه ضايقتك مني؟ كده يعني بس خلاص. هي اول ما تحس ان انت جيت كده جنبها طبطبت عليها وقلت يا حبيبتي وانا زعلتك في حاجه، انا مش عايز ازعلك، انا شايفك متغيره، قولي لي. هي تروح على طول قايله كل حاجه لانها حست ان في مشاعر دافئه ودفء وحنيه طالعه منك. مش مالك وانت قامت وشك كده مالك؟ مالك يا بت؟ لا لا ما فيش بقى، خلاص كده مات الكلام، مات الحوار. لا بيبقى يبدا هتقول لك بقى اعرف لوحدك بقى ومش مهم تعرف بقى وخلاص. ما هو يعني حته حاجه خاليه من المشاعر بتكلمها، هي عايزه مشاعر، هي متضايقه. انا فاهم. في واحد بعت لك يا جيجي على الواتساب دلوقتي حالا بعت رساله خطيره بيقول لك مشاعر ايه يا جيجي؟ انا اعرف واحده بتفطر محشي. طب المحشي ده كله مشاعر على فكره. المحشي كله مشاعر وعلى حسب. كنت بالمحشي على حسب نوع المحشي. ده المحشي ده واحده بتتعمل بمنتهى المشاعر، وان ما كانتش عندها الصبر انها تقعد تاكلك البتاع ده اللي بتعمله بثلاث سنين عشان تاكله. ايوه ده قمه الحب والعطاء. طب يا جيجي ما ينفعش تطلعي معايا على الهوا غير ما اعمل معاكي يلا في 30 ثانيه قولي لي 10 مذيعين في نجوم اف ام، يلا بينا. يا سلام. بتسلم السؤال ده ايهاب صالح وسامي منير. انا نسيتهم، مروان ادري، يارا جندي، ديهان عبد الله، ابراهيم عيسى، احمد مراد، تامر بكير، ومين تاني يا ربي؟ عندنا كريم خطاب، فاضل واحد بطلة عالم، بطلة عالم. انت جوس يتلعب معاك المسابقه دي خالص. انا كسبت، انا عايزه الجائزه بتاعتي.
والله اول ما اشوفك بكره جايزتك معايا. ماشي. طب يا جيجي يلا سلمي على كل الناس اللي بيسمعوا في كل مكان. ربنا قولي. ربنا معاي. لا خالص والله، انا كنت اقول لك كلمتين حب وبتاع مش عارف ايه بس يلا يلا. حبيبه قلبي يا جوجه من جوه يا جماعه. والله اي حد واي حد من المستمعين عايز يجيب كلمه حلوه اتفضلوا. اهلا وسهلا. لا لا والله العظيم انت يا ريتك تشوفي الواتساب دلوقتي، ناس كتير جدا بعتلك رسائل حب فعلا. سلمني عليهم كلهم، بحبهم كلكم. اول مره اتكلم في الوقت ده وابقى موجوده في الوقت ده، يعني انا وقتي ثابت، فانا التغيير بالنسبه لي لطيف. لا 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 يا سلام، استوديو تيجي تنوريه في اي وقت يا حبيبتي. بص المره اللي جايه بقى لازم ابقى معاك في الحلقه، مش هينفع. الله اكبر، بس كده خطر. لا 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 انا هقول لكم في الستات بقى عامله ازاي. حبيبتي يا جوجة ليلتك زي السكر ان شاء الله. وانت كمان. ميرسي يا حبيبتي. وانت يا باي 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 باي.